ملي كنقولوا اسفي كنقولوا السمك يعني الحوت، هذا الطروه اللي موزع على سواحل المملكه، ولكن في اسفي عندها مذاق وجوده خاصين بها ما كيعرفهم غير اللي ذاق حوتهم. اليوم حنا بمنطقه الصويريه القديمه واللي كتبعد على اسفي بحوالي 30 كيلومتر. حنا اليوم في ضيافه مالين شومبرير، هاد الحرفه اللي قليل اللي عارفها وقليل اللي عارف اسرارها. شباب المنطقه هنا في منطقه المعاشات اختاروها كحرفه بها كيربحوا القوت اليومي ديالهم. عيسى شاب من شباب المنطقه اللي قرر اليوم انه يهرس الطابوهات ويشارك مع متابعي جريده اشواق هذه المهنه والاكراهات اللي كيعيشوها وكل الاسرار ديالها. الاسم ديالي عيسى، من ساكنه المعاشات، كنسكن هنا في المعاشات، والخدمه ديالي المهنه ديالي هي البحر. كنفيق مع الصباح، كنوض، كنتوضا، كنصلي، كنجي كنمارس هذه المهنه ديالي. المهنه ديالي هي البحر. من نهار اللي عقلت وخرجت من المدرسه وما الوالدين ما كانش عندهم الامكانيات باش يقرونا، خرجنا بكري من المدرسه، لقينا البحر، لقينا والدينا عايشين في البحر، عايشونا من البحر، جينا للبحر، ولينا كنمارسو هاد الهواية ديال الشومبرير. هذا هو المصدر العيش ديالنا. الحرفة ديالي تعلمتها من الدراري ديال الدوار، ولا الدوار عندنا ما عندهمش حاجة أخرى غير هاد الشومبرير، من هاد البحر. بالنسبة للبحر بصفة عامة الهواية ديالنا كاملة، كنديرو كلشي في البحر. بالنسبة للقصبة، الشامبرير، الفليك، كنديرو الشبك ديال البحر ديال الكوشطة، كلشي تعرفهم. المهم منين خرجنا من المدرسة لقينا البحر، بقينا في البحر، خدمنا هنا في المنطقة ديالنا. خرجنا من المنطقة خدمنا في الصحراء كلشي تعرفها، كاع الجنوب. خدمنا من تقريبا من 2010 حنا خدامين في هاد البحر. مشينا تما وخدمنا، والمهنه ديال البحر راكم عارفينها، المهنه ديال البحر يعني مغامرات. كنغامروا، كندخلوا للبحر، وهاد المهنه ما عندهاش شي حاجه اللي كتحميك والو. نهار اللي عقلنا وحنا خدامين بحال قلتي خدام بزز، فهمتي، ما كتلقى اكراهات في الممشي ديك، كتبقاو كيحاربوا، كيقول لك الشامبري ممنوع. حنا ما عرفناش الشامبري علاش ممنوع، حنا عا كنترزقوا به الله، كنخدموا كندخلوا كنترزقوا به الله، هو اللي عندنا كنترزقوا به الله. ما كاينش كو كاين البادير، راه الانسان راك عارف، الانسان راك كتمشي تخدم، ولكن ملي كتخدم كتلقى راسك خدام، ما عندكش لا قرايه لا والو، كتلقاش عندك واحد المهنه، فهمتي، كما كيقولوا ما الحرفه ما عندناش، عندنا الحرفه ديالنا هي البحر. وحنا كما قلتي عندنا هوايه كتسمى، فهمتي، بحال قلتي مولع بالبحر، كتدخل كتصيد واحد الحاجه كتولع بها، فهمتي. المخاطر بزاف كل شيء. اول حاجه هو الشامبرير راه عم الطاطي، راه هواء طالع فوق، هواء يقدر في اي لحظه يهبط. انت راك غدي خدام كترزق على الله، يقدر يهبط في اي لحظه، وملي كيهبط ما عندناش شي حاجه اللي كتحمينا والو، ما كاينش. كنصيدوا الحوت ديالنا، كنخرجوا برا كنبيعوا باقل تمام، فهمتي، ما كاينش شي حاجه اللي غتبيع عليها، ما كاينش والو. كتخرج الحوت ديالك كضرب عليه تماره، كتخرجوا برا ملي كتبي تبيعوا في السوق النموذجي كيحبسوا، كيقول لك انت ما عندك الوراق ما تبيعش. الحوته الا جبتيها كتكون ساويه 3400، كتبيعها 100 درهم. وحنايا واحد دابا واحد مده شهرين حنا جالسين دابا، ما كاينش. البحر كان كبير، راه كلشي كان عارف، كان الحمد لله عرفت بلادنا، تساقطات مطريه زوينه، البحر كان هاج، وحنا مريحين شهرين حنا جالسين. دابا منين طاح البحر انت كتشوف فيه بينا نمشيو نرميو الشباك، انت كتشوف المعدات ديالنا، راه حنا هبطناهم، راه حنا غاديين كترزقوا الله. الشباك كنصايبهم بحدنا، كنشرو الماتاريال وتنخيطو وتنقادوهم، راه كل واحد كيمشي على حسب ديال المهنه ديالو. كاين اللي كيدير شباك ديال الفندق، كاين اللي كيدير شباك ديال الكوشطه،
كاين اللي كيدير القصبه، كاين اللي يدير مسكين عام الراي باش يدور يلقط شويه فين يعيش. هادشي اللي كاين، هادي مهنه ديال الضعافه. الله يحسن العون، بنادم راه ما كاينش شي حاجه اخرى غيديرها، ما كاينش. راه كتعرفوا البلاد ديالنا مرت بواحد الأسوأ الظروف، الشتا ما كايناش، الكسيبه ما بقاش فيها. هاد البحر هو اللي كاين، راه حنا كنترزقوا منه حتى يدير الله شتا هو يدير الخير وصافي. هادي كتبقى من افكار اللي كتحطها على اساس بلي انت راك غادي مغامر، فهمتي؟ كدير احتياطات ديولك ضروري. هادي راه هادي كاينه، كتدخل كتقول بسم الله توكلت على الله، كتمشي راك غادي عارف راسك الا دخلت ديرها تقدر تلقى شي خطر اللي غادي يقدر ينهيك في اي لحظه. على البحر الا كان كبير ودخلت جاب الله ضربك شي بحر، ما عندكش شي حاجه اللي غتحميك والو، راه عاش مرير راك عارف الا ضربك مشى. كتوكل على الله وكتمشي، المخاطر ديال الموت راه كاينه في اي لحظه، فهمتيني؟ عاش مرير راه هاز عليه 400 كيلو ولا 500 كيلو داخل بيه كتغامر على وداش على ود العيش، راه ماشي على ود شي حاجه اخرى، فهمتي؟ كتشي كترزق على الله. راه حنا الحمد لله راه الدراري كيعرفونا هنا كنخدموا مده واحد 10 سنوات ولا 15 عام كنخدموا هنا في البحر، ما خلينا ما درنا، ما خلينا درنا شباك ديال البحر، كنسرقوا هادشي كامل اللي كيهم البحر كنخدموا فيه، هادشي كامل غير باش كنعيشوا، ما كايناش شي حاجه اخرى. وراه المهنه ديال البحر كيمارسوها الاخوات ديولي بجوج، وانا وكان الوالد ديالي راه عيا مسكين حتى هو راه صافي راه ريح. كاين دراري كانوا معنا مساكن في الجنوب كيدخل مسكين على الله حتى كيديموا الامانه امانته، كيمشي بوحدو ما كاينش اللي غيعتقو، لا عتيق لا رحيم والو. الانسان راه غادي مغامر، راه الله يدير شي تاول ديال الخير وصافي. الاكراهات اللي كنعيشو حنايا في هذه المنطقه هي ما كاينش واحد تنظيم، فهمتي؟ دابا حنا واحد 400 واحد ولا 300 واحد كتعيش هنا في البحر. دابا ملي كنجيبوا الحوت ديالنا كندو نبغوا نبيعوه، كنبيعوه بطاطا، كتسمى بطاطا باللغه العربيه ديالنا حنا باللغه الدارجه ديالنا، كنبيعوه بطاطا. وكنطالبوا من الوزاره دير معنا حتى حنا شي حل، حتى حنا دير لنا شي تغطيه صحيه، حتى حنا دير لنا شي حاجه اللي تكون دامجنا فيها باش حتى حنا لا ضاع شي واحد يلقى علاش يرجع كما كيقولوا. دير لنا شي بطاقه، دير لنا شي باجه باش حتى حنا نولوا نبيعوا الحوت ديالنا. حنا الاكراهات عندنا بزاف، الاكراهات عندنا حنا غير الاكواخ ديالنا ما خلوا لنا فين نريحوا والو. ها انت كتشوف دابا ملي كنبغوا ندخلوا للبحر ما كنلقاوش فين نحطوا حتى حوايجنا، ما كنلقاوش حتى فين ندرقوا حتى حنا على البرد، راه حشومه هادشي. والاكراهات بزاف، حنا كنطالبوا من حنا بين المبادره الوطنيه دير معنا شي حل، تعطينا شي حاجه اللي نكونوا حتى حنا نسترزقوا منها. طالبو حنا تقريبا دابا شي 400 واحد كنطالبو كنديرو بينا نديرو شي مبادره شي جمعيه اللي تحمينا، شي جمعيه اللي غادي ندقوا بها الباب ديال المبادره باش تعاوننا، فهمتي؟ نديرو شي جمعيه ديال شي تعاونيه ولا شي جمعيه اللي نقدروا نديرو بها شي حاجه، فهمتي؟ مثلا باش تقدر تعطينا شي حاجه مبادره، ندقوا حنا شي فريغوات شي حاجه اللي تحمينا، فهمتي؟ اللي تحمي الحوت ديالنا باش يوصل مزيان باش تاهو يتباع بالثمن، ماشي انت كتجيب الحوت ديالك هنا كتحطو ما تلقاش كيفاش دير لي باش توصلوا للسوق النموذجي باش تبيعو حتى بالثمن. ما كرهناش نديرو شي جمعيه ونطالبوا بها، نطالبوا المبادره ندقوا عليها تعطينا شي تحل لنا شي باب مثلا لوجستيكيا، تعطينا تقريبا شي بطاقه، تعطينا شي فريغوات نصيبوا فيهم الحوت ديالنا ونوصلوه للمارشي بصفه عامه، فهمتي؟ مباشر، وتا حنا يكون عندنا الحق ديالنا نخدموا اوراق ديالنا ماشي خدامين عشوائيين وكيحاربونا الناس. راك عارف كاين عندنا اكراهات بزاف، كلشي كيدوي علينا، كلشي كيقول لك لا الشامبري كيجيب الحوت يبيعو بنص الثمن، هادشي راه بزاف. فين ما مشيتي كاين القوارب الصيد، كي الجمعيه ديال القوارب الصيد كتحاربنا كتقول لينا نتوما كتبيعوا الحوت بقل من الثمن، ولكن كي غنديروا حنا ملي كتجيب الحوت ديالك ما كتلقاش فين توصلوا، فهمتي؟ الجمعيات ديال القوارب الصيد كيقول لك لا راه هاد الحوت اللي كتجيب انت راه كتبيعو لنا بقل من ثمن، ولكن اش غنديرو حنا؟ راه هادشي اللي عطا الله، راه ما كاينش شي حاجه اخرى. واش حنا الجمعيه دابا هي كتقول لك انت ما تخدمش، اش غنديرو حنا؟ راه ما كاين ما نديرو والو. واش طلع للبحر في الفليك ما كاينش، فين غادير؟ حنا الحرفه ديالنا هي الشامبرير، يلا هادشي اللي كاين. هما كيقول لك لا راه كتجيب الحوت كتبيعو بقل من ثمن، وكيجيو هما كيخرجوا لك الجندار من هنا وتيجرو عليك
تي كتبقى خدام غير بحال هكا عشوائي. وتيني حنا كنبقاو غاديين خدامين في هاد الشيء، راه حشومه، راه خاص الوزاره تشوف فينا بعينها وتعطينا حتى حنا شي حقوق ديالنا، فين تعطينا شي بادج اللي نخدموا ونكونوا حتى حنا خدامين بعزنا، ماشي حتى خدام وخايف على راسك باللي انت غتخرج وغيشدوا لك السلعه ديالك. راه عيب وعار، راه حشومه، علاش حنا راه في بلادنا وحدا المنازل ديالنا وخدامين وفي بينا نمشوا هاد الناس. يلاه هادشي اللي كي شنو نشفروا شنو نديروا شي حاجه اخرى، راه خدامين بكتافنا، ما قلناش لا عاونينا باش انت اعطينا حنا فين تخدمي علينا، حنا لا حنا بنخدموا حنا ونجيبوا حنا وتكونوا هي واقفه معانا. غنطالبوا بجلاله الملك كيشوف بينا والله ينصروا الملك، راه حنا عارفين انه كيوقف معانا، حنا راه كيوقف مع المواطن الدرويش اللي ما عندوش، يوقف معانا يشوف معانا. وكنطالبوا من الوزاره الوزير عزيزه خنوش، راه كنعرفوه كان في الميدان وعدو واحد النظره زوينه على البحر، راه عارف البحر مسكين كيعاني بزاف. حنا كنطالبوا منهم يوقفوا معانا ويديروا لنا شي حل. راه حشومه، راه كندوي على الشامبرير انا بصفه عامه، راه من طنجه ديال القويره، ما كندويش على راسي انا هنا، كندوي على خوتي كاملين اللي خدامين في البحر. يوقفوا معانا حتى هما ويكونوا حتى هما يد في يد، ويكون عندنا حق نصيدوا الا مشينا للصحراء ولا خدمنا هنا في البلاد. ما كنطالبوا منهم يوقفوا معانا، هادشي راه ما كندويش انا على راسي، كندوي على كلشي. راه الدراري بزاف كنعرف، راه ماشي ها هنا، كلشي مساكن كنعرفو كيعيشوا هاد الاكراهات. حنا راه كنا كنمشيو للصحراء وجرو علينا، راه ما خلوناش نخدموا على خاطرنا، راه كنشربوا خدموا تما وكيجرو علينا، راه كنحطوا الاتات ديالنا باش نخدموا كنجلقوا ومشاو. وكنطالبوا من الوزاره تشوف فينا ودير معنا شي حل. هادشي اللي كاين، والسلام عليكم. البحر الداخل ليه مفقود والخارج منه مولود، وهذا هو شعار كل واحد اختار يركب الموج. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.